6/3/2013. السلام عليكم. السلام. يعطيكم العافية. شو شايف معكم خبز؟ درسنا على أساس ما فيها خبز. والله فعلا ما فيها خبز. يعني شوف أنت لاحظ إنه هذه هاي ربطها جاي لعائلة فيها 6 نفوس. شوف يعني كل واحد ما بطلع له رغيف أو 2. يعني شوف أنا خلنا نعطيه 4 رغيف لهاد وأنتم 5. يعني خبز ما في. ربط الخبز على كلفنا 100 ليرة لحتى توصل لعنا له. ما عم توصل إلا بترول وطلوع الروح. يعني شو بدي يسوي؟ شو بدي كفاه؟ هاي ربطة اللي كم عليهم؟ هاي لا 6 نفوس. 6 نفوس يعني شو تسوي هاي 6 نفوس؟ كل يعني كل واحد ما بطلع نص رغيف منها وربطة عم تكلف 100 ليرة. طيب هذا بصير الحكي هذا؟ طيب غلاء الخبز شو تسوي؟ السبب قلبوا طحين، لا عم بعطونا طحين، لا في عنا مازوت مشان خبز وتوصيله كله غالي. يعني الحصار له دور كبير في حصار مدينة الرستن. حصار كبير علينا من كتيبة الهندسة والمشرفة وحاسس ملوك وطبيعة العلوية حوالينا ما عم تخلي حدا يمر ويجيب لنا خبز ولا محروقات ولا طحين. عم تاخذ خبز بشكل على طول هيك عمو؟ لا والله بعد ايام كنا ناخذ بس هلا لا. يعني ما بتاخذوا غير رغيفين 3 لكل شخصين او 3 لكل عيلة؟ بشكل عام مدينة الرستن 6/3/2013.